تعتبر كنيسة كانجسار أحد المراكز الدينية المهمة في أرمينيا وغربها والعالم أجمع. لماذا العالم أجمع؟ ستعلمون. في عام 1211 ميلادية، أمير أقليم خاتشيني في أرتاخ، الأمير جلال، يذهب إلى القدس لغرض الحج، وبما أنه كان مؤمنا ومحبا للصلاة، وهناك يتراءى له الملاك ويقول له بأن رأس يوحنا المعمدان موجود بين أيدي اثنين من الرهبان ويتجادلون حول الاستيلاء عليه، خذ الرأس واصطحبه معك إلى بلدك. وهكذا حسن جلال الأمير ينفذ الأمر. كانجسار كانت كنيسة صغيرة منذ القرن السابع. الأمير جلال يبني هذه الكنيسة الجميلة، ورأس القديس يوحنا المعمدان يضع تحت هذه المنضدة المقدسة. وفي عام 1240 ميلادية تسمى هذه الكنيسة بكنيسة القديس يوحنا المعمدان في كانجسار. في هذه الكنيسة حصلت الكثير من المعجزات، وفي أيامنا هذه أيضا تحصل هذه المعجزات. في خريف من عام 1992 كنا نصلي راكعين في كنيسة كانجسار، والعدو كان فوق التلال القريبة منا، وفجأة شاهدنا صورة ملاك والتي ما زالت موجودة لحد الآن، وهذه أحدها. شاهد. وها هي صورة الملاك الثاني. هذا كان أملا كبيرا لنا لكفاح الشعب المؤمن وتأكيد النصر القريب الذي تحققه، وفعلا هذا كان النصر لنا. واستنادا إلى وصية الأمير حسن جلال، طلب أن يدفن هنا أمام مدخل كنيسة كانجسار لكي يعبر المواطنون من فوقه للذهاب إلى الاعتراف بخطاياهم.